طلع واحد يكتب التاريخ ويطلع البوديوم ويديه الميداليات وتكرموا ما شاء الله والوقفه ما شاء الله، وواحد قاعد في البلاطو يقول لك المغرب مدى المغرب 18 ميداليه اللي علقوها اليوم اليوم والاعلام طالع والدنيا اه اذا راكم ما صحافه زيكو احسن حاجه في العالم وش هي واحسن حاجه اللي تبعها العالم هي كره القدم. كره القدم المغرب يكتب تاريخ، المغرب يطلع تروازيام في العالم، كتب تاريخ في العالم، الرابع في العالم، كاس افريقيا راه مساله وقت ويديها. ايوا امورها احنا واش من هما يقول لك اه جبنا ميداليه برونزيه من اولمبياد باريس، تعقلوا ولا ما تعقلوش؟ اه تقول له اودي ما احنا ما نتاهلولهاش، احنا ما كناش نشاركوا كاع، احنا ربحناها في المواقع هذه اولمبياد باريس معمر، اه يقول لك اه جيب الرابع عالميا، تقول له لا اودي احنا صعبت علينا باش نتاهلوا، احنا قدرنا نربحوا تا اوغندا، اه وضروا هنا اساسين وحاضين، اه هي ممكن ولينا نتبعوا حاجه ديال فرنسا بحال الاخرى اللي دربت فرنسا، جابت ميداليه فرحوا مساكين. عاود اليوم حافظ الدراجي راه مسكين غير راه حافظ الدراجي هابل ايمن 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 انا المهم راكم عارفوني انا خاطيني يستناو يجيبوا ميدالي باش تعرف الاخر اللي ما كانش استراتيجيه في البلاد باش تخدم الرياضه وتطلع تنتا بها وتضاها في المواقع احنا الاولى في المواقع التاريخ كاتبينو اقسم لكم بالله العلي العظيم التاريخ ديال العالم كاتبينو في المواقع انا داري الدين التاريخ في المواقع حافظ الدراجي قبيله كاتب تدوينه ومنا المنتخب الاسباني الاول و والاخر والفرنسي الزاوج ما قدرش يقول لهم المنتخب المغربي بدا الميداليه البرونزيه لا الغل داخل ديالها الغل بنان مكرازي اه انفانتينو راه صيفط لهم راه بارك لهم انفانتينو راه رئيس الفيفا هذاك ايوا بارك المنتخب المغربي انفانتينو بارك المنتخب المغربي فوزي القجعل تحت هو والركراكي والركراكي معنق 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 سكيتيوي وسكيتيوي البارح تصريح قوي ويرد على شي وحدين اللي داهم مساكين ديال الكثر ديالنا غير بصحافه زيكو راه كاين شي وحدين عندكم في المغرب راه اكثر بصحافه زيكو ديالهم خليوا الناس تخدم خليوا الكفاءات ما تهرسوهمش روحوا هضروا على العاب القوى وهذوك رؤساء الجماعات وتخربيق هذوك الجامعات وهذوك شوفوا هما علاش ضربوا الملاير وما جابوا حتى ميداليه خليوا عليكم الناس اللي تخدم كره القدم راه والله غير والله غير والله راه تساكن كثر بينا حنا ولينا اضحوكه خليوا عليكم الرجال اللي يخدموا كره القدم راك لاقي مساله وقت يجيب كاس افريقيا وكاس افريقيا عندها موليها وعندها لعبه ديال المغرب ما شاء الله انا نقولها لكم شوفوا راه وصل الاعلام ديال المغرب اليوم الثالث المره اللي فاتت الرابع اليوم الثالث غدوه ان شاء الله تقدر توصل الاول دي كاس العالم ولا تدي شي حاجه كبيره كاع حيت باقي نتوما متابعين كاين شي وحدين مساكين لا حول ولا قوه الا بالله راه شوفوا الاتجاهات الاخرين كيما حنا نطالبوا الاتحاديه وتخرب كلشي راه فاسد في الفساد ما حقنا بصح نتوما الرياضه ما شاء الله كره القدم طالعه العالميه وانت قاعد لي في البلاطويات تما انت اكثر ديالنا هذيك بلا كاين شي بلاطويات بحال ديالنا هذيك ديال الزيكو ديالهم بعد هما من الرجال اللي خدموا كره القدم خليهم يخدموا كرة القدم غدوا يعطيوك يجيبوا لك كأس العالم وكأس افريقيا يجيبوا لك كأس افريقيا في 25 تسكت هذه يجيبوه ايوا تسكت وموراها واش غتبقى تقول راه شوف صحاب البوكس شوف صحاب الجيدو فين راهم شوف صحاب هذوك هما اللي خاصكم تديروا عليهم الحملات ومنا كيفاش دير حملة انت على واحد اللي جايب تروازيام وجايب ميدالية برونزية ويلي ويلي انا هذا ولا يعصبني انا يعصبني علاش جبر يعني انت يا بالله انت راك في العالميه وسط الرابع عالميا ثالث تاي برونزيه وجبر ناس ينتقدوك علاش ما لا سبب ما كانش باغي تبقى تلعب بحالنا هذا تبقى تحلم تاهل كاس العالم تولي تبقى تحلم تطلع تلعب كاس العالم انا ولينا نحلموا ولا نلعبوا كاس العالم على بالكم هذه ولا ما على بالكمش من نهار ديال كاس افريقيا وكاس العرب وحنا ماشاريها تكركرنا علاش لان وصلنا الغرور ودخلوا فيها هذه الجبهه مع بالماضي وهذه الجبهه كونتر بالماضي وصرا فيها صراعات وروح شو واش راه واقع حنا الاولمبياد حمق زعما ما نعرفوهاش كاع في كره القدم نحلموا بالغيره والحسد ولا الشعب ولا الصحافه يدوروا يحصلوا كل شيء في المغرب بالعالم بالغيره والحسد انت جاي تقول له انا ما لنا خاصو لا حول ولا قوه الا بالله لا العظيم تشوف ناس يعني ما عندهمش ذكاء ولا ما على باليش ولا عندهم صفيه حسابات ولا باغيين شي حاجه باغيين يكركبوا كاع على التبنى والاكاديميات والملاعب اللي راهم يتبناو والرياضه راه طالعه في الازدهار ديالها ويجي لك واحد يقول لك القجع الكراكي يا ودي تدير فونتي قبيله هود الملعب اخوتنا خليوا لكم الناس تخدم ها سكتيوي قبيله سكتكم قال لكم اودي احنا قاعدين نخدموا من اجل الوطن ومن اجل البلاد ايش هذا بغيت نقول لكم انا ما احنا غارقين في مشاكلنا تعرفوا واش هي احنا راه كاين حزب كان باغي بالماضي وحزب راه كونتر بالماضي ودرك عاود راه ولات حب الماضي مشى الحزب اللي كان مع بالماضي راه يحارب الحزب هذا عاود اللي جا جديد ونايضه شاعله وانتم الحمد لله ما شاء الله راكم في القمه وما تعرفوش بالله خصكم انتم خصكم ديروا من نورمال مديروا لما وتعاونوا وتحاربوا اللي راه يحارب القجع وتحاربوا اللي راه يحارب الرياضه المغربيه عامه هذا هو تقعد في البلاطو هضر على هذوك اللي يحاربوا القجع يحاربوا الرياضه المغربيه مش تقعدوا في البلاطو تحاربوا بعضياتكم
وبلا ما كانش بلا باش غتحاربها، لانه واحد وصل ثلاثة عالميا ووصل واحد الرابع عالميا وشيبه طلع الدوزيام تور في كاس العالم والمنتخب النسوي طلع الدوزيام تور، باش غتحارب؟ باش عندك شي واش عندكم شي عقل؟ لي ستاتيستيك راهم في الجهه ديال القجع، لي ستاتيستيك عامه ديال 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 البيلون ديالو، البيلون الفينونسي ولا البيلون مورا راه مع القجع، يعني ما مشي رده ما تقدرش تهضر عليه. على هذه الرسالة تحت هذا القوس، لأن الناس نشوفوا فيها تتميل في السعي يديوها الواد. الناس راه عيبة صاحبي، عيب إلا غير تحارب باش تحارب ولا غير تهضروا باش تهضروا. المهم المغرب ميدالية برونزية ثانية وما شاء الله، يعني 11 لاعب ستة، والمنتخب الفرنسي والمقابلة النهائية كانت مقابلة روعة. المنتخب الإسباني يعني عطى درس، المنتخب الفرنسي 5-4 خمسة ثلاثة ولا خمسة أربعة ولا خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة، ولكن مقابلة كانت عالمية، كانت مطرقة. يعني المنتخب المغربي يعني قوي المنتخب الفرنسي، يعني بهذه النتيجة اللي اليوم المنتخب المغربي قوي المنتخب الفرنسي، قوي عليه بزاف حوايج. يعني باش نهزم المنتخب المغربي بجوج لواحد بصعوبة وكان قادر يدير تعادل ولا يفوز، المنتخب الفرنسي هذا راهش جابوا ثلاثة ثلاثة وتقاتلوا في التالي وركوا عليهم بجوج بوان دخلين الله. المهم تفرجنا استمتعنا، اولمبياد هذه ديال الكره الحمد لله المنتخب المغربي جاب ميداليه، ما خرجناش بانكس ما خرجناش زيرو كما قال لاغور، ميداليه الثالثه. ان شاء الله مازال مزيد من التالق ومزيد من التطوير مع هذا المنتخب ل 2026، لانه 2026 على الابواب، 2025 كاين لاكوب دافريك ديال المغرب على الابواب، ونشوفوا ان شاء الله مزيد من التالق. وكاين مازال لعابه شباب الاوديسات الاوديزويت غادي تشوفوا واحد، تشوفوا ان شاء الله واحد الكاتيجوريات اللي غادي يطلعوا واعرين، وان شاء الله يبنيوا المنتخبات الشبابيه ديالهم باش يبقاو يمشيو حتى هما لاكوب دافريك يجيبوها، يمشي لاكوب دو موند يمشي واحد المستوى بعيد، وان شاء الله يطلعوا ايطاب بار ايطاب كيما دارت اسبانيا. اسبانيا طلعت شويه بشويه، اليوم شدت راسها، راك شفت المنتخب اجاب جاب كاس اوروبا، الاوفنتي اجابوا الاوفان ولا الاوديسا جابوا كاس اوروبا، اليوم هادو عاود الاوفان 3 جابوا كاس اولمبياد باريس. يعني الخدمه هي الخدمه ديال 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 واحد ديال الخدمه اللي كانت يعني داروها قبل، يعني ماشي غير اليوم. ديال فوينتي هذا راه كان المنتخب الاودي الشباب وطلعهم ودا بهم كاس اوروبا، يعني كانت خدمه صحيحه من تحت طالعه كيما راه داير المنتخب المغربي اليوم للشباب، راه خدمه طالعه من تحت. نتمنى لهم ان شاء الله المنتخبات المغربيه الشبابيه الازدهار، وان شاء الله باذن الله يمشيوا المستوى بعيد مع الشيء اللي كاين، وفرحنا لهم والله مدونا بالميداليه البرونزيه. وشو اللقاء تلعب مع مصر البارح في روح اخويه، مصر حتى هي مسكينه كانت تستاهل اكثر، لو كان لعبت مع فرنسا وركزت شويه كانت تقدر تفوت لا فيناليه، ولكن فرنسا راكم تعرفوا الكره العربيه ماشي هي الكره الاسبانيه الاسبانيول، يعني واخا ولاو جابوا لهم تعادل ولاو نطلبوا عليهم، ولكن الكره المصريه راكم تعرفوا مسكينه مساكين ما قدروش مع الايقاع اللي كانوا هما طلقوه وجابوا فيه التعادل وجابوا فيه الانتصار. المهم نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي والمصري ان شاء الله في قادم المواعيد، وهذه الميداليه ان شاء الله تكون فاء الخير وانطلاقه صحيحه، لانه قبل بها جابوا لاكوب دافريك ديال 23 وجابوا لك ميداليه. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، والسلام عليكم، تهلاو في راسكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.